شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية اليوم بدء أعمال الدورة الثانية لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، كما وحضر افتتاح المنتدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس المنتدى، وذلك بمشاركة أكثر من 350 شخصية من أبرز العلماء والمفكرين والباحثين والكتاب والإعلاميين في العالم الإسلامي. المطلوب أن يحضر جميع العلماء وأن يشارك جميع العلماء، إن لم يحضروا بذواتهم أن تحضر قلوبهم وأن تحضر أفهامهم لهذه المعاني، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. علماء المسلمين كلهم ينشدون وينشدون السلام والسلم والمحبة والوئام، إلا أن بعضهم قد يفهم السلم من مفهوم آخر، فلا بد من تصحيح المفهوم الآخر هذا، وهو أن السلم لا يقتضي أن تكون ندا للغير، بل أن تكون معايشا له، أن تكون محبا له، أن تكون متعاونا معه فيما ينفع البشرية، فإن البشرية هي بحاجة إلى أن تعمر الأرض وأن تعيش مستخلفة في هذا الكون عابدة لله تبارك وتعالى، ولا يتأتى ذلك إلا بمفهوم الأمن والإيمان والسلامة والسلام الذي ينشده الإسلام، وهو ما ينشده هذا المنتدى إن شاء الله تعالى. وتشهد فعاليات المنتدى سلسلة من الجلسات وورش العمل بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين لنشر ثقافة السلام وتعزيز الجهود الرامية لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة التي تخالف القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام السمحة، بجانب التصدي لمخاطر الطائفية المذهبية والعنف الطائفي التي تسود العديد من المجتمعات العربية والإسلامية. هذا المنتدى حلقة هامة في مجال تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وهو يقوم على محاور هامة من أهمها بيان قضية التكفير. والحقيقة أنا كتبت في أكثر من مقال وقلت إنه لا ينبغي الحكم على أحد بالتكفير بشخص إلا بحكم قضائي نهائي وبات. يمكن للعلماء أن يبينوا الأمور التي يمكن يترتب عليها الكفر، لكن أن يقال فلان هذا كافر أو فلان هذا لا لأحد الناس ولا لعوامهم، وإنما هو للقضاء. الأمور التي يقع فيها التغليط هو قضية مشروعية الدولة، والأمور التي يقع فيها التغليط أيضا قضية الحكم بالشريعة، والأمور التي يقع فيها التغليط هو قضية مسألة الجهاد وشروط الجهاد ومكان الجهاد ووقت الجهاد. هذه الأمور وغيرها ودعاوى الإرهاب أكثر من 10 مفاهيم، العلماء عليهم تصحيحها ونشر هذا التصحيح في أذهان الشباب خاصة وفي الأمة عامة، ولكن كما قلت الناس يحتاجون إلى نموذج حي من الحياة المتكاملة إلى جانب التصحيح العلمي للمفاهيم. من العاصمة أبوظبي، شيماء الشمري، قناة الظفرة.